منحطة وبين عليهم آثار العياء مع احترامي لشخصهم يعني كإنسان بين عليهم آثار العياء يعني تعبوا البارح ما رقدوش يعني بين في لا كل المتهمين كانوا عيانين كانوا عيانين نفسيين يا أخي هذا اليوم هذا كيما راه ينتظر المواطن حتوما راه مو سهل عليهم الحال مو سهل عليهم الحال الناس البارح كانوا في ظروف اليوم رقاو رواحهم في قفص سي با فاسيل مو سهل مو سهل دونك هما نفسيا راهم محطمين محاكمة تاريخية لا لا حضروا جسدا وروحا وتشوف فيهم كيما راني نشوف فيك وكانوا هاني قلت لك نعاود لك كانوا متعبين كانوا منهكين باين عليهم اثار تاع لسان يعني ما رقدوش البارح سي نورمال هو يستنى في المحاكمة هذه